لكن سريعا نبدأ بأهم عناوين حلقة النهاردة. في ترند الأهلي، لجنة الانضباط تنفي معرفتها بأزمة الشناوي. كمان في ترند الأهلي، الأهلي يتوصل للاتفاق مع جيرالدو لفسخ التعاقد بالتراضي. وفي الترند العالمي، يد مصر تواجه الاتحاد الروسي في الدور الرئيسي. طبعا النهارده مباراة مهمة جدا لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، نتمنى التوفيق يا رب في مباراته أمام الاتحاد الروسي الدور الرئيسي. المنتخب صاعد بنقطتين، فمحتاج بالتأكيد على الأقل مباراتين فوز خلال الثلاثة مباريات القادمة على الأقل لكي يتأهل لمرحلة الكوارتر فاينال ومرحلة الأدوار النهائية في كأس العالم للأندية، لكأس العالم لكرة اليد. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني لكرة اليد النهارده. لكن مباريات اليوم النهارده في مجموعة من المباريات، نبدأ بمباريات اليوم في الدوري المصري. منذ قليل انتهت مباراة وادي دجلة والمصري، واللي حقق فيها المصري فوز كبير على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، انتصار جيد لفريق المصري على وادي دجلة. لكن مباراة اليوم في كأس العالم لكرة اليد للرجال، الاتحاد الروسي سيواجه منتخبنا الوطني الساعة 7 بتوقيت القاهرة، ولا بديل عن الفوز في هذه المباراة وتحقيق انتصار لزيادة رصيد النقاط بالنسبة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد. مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي الساعة 8 مانشستر سيتي هيلعب مع أستون فيلا، والساعة 10 وربع فولهام هيلعب مع مانشستر يونايتد. مباراة اليوم أيضا في الدوري الأسباني في ثلاثة لقاءات، ختافي مع هويسكا الساعة 8، أيضا الساعة 8 ريال بيتيس هيلعب مع سيلتا فيجو، وفي الختام الساعة 10 ونص فيا ريال هيلعب مع غرناطة. في مباريات اليوم في الدوري الايطالي، في مباراه بتجرى او ساريه في هذا التوقيت، اودينيزي بيلعب مع اتلانتا، والنتيجه حتى الان التعادل الايجابي 1-1. وفي ختام مباريات اليوم في كاس السوبر الايطالي، اليوفي يوفنتوس هيلعب الساعه 10 مع نابولي. مباراه قويه ومثيره جدا، واكيد فيها تفاصيل كتير في هذه المباراه، نهائي او كاس السوبر الايطالي ما بين يوفنتوس ونابولي. بالتاكيد مباراه كبيره، وبالتاكيد كلنا هنتابعها في ختام مباريات هذا اليوم. لكن أخرج في هذه اللحظات إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا وكواليس في فقرة ترند. تابعونا.